خد فيها احمد علي، انما محمد عبد الشافي هو اللي رايح من الجنب الشمال وضغط عليه عبد الله جلال، يضطر يرجع لورا، ترقيصه حلوه من احمد توفيق يروح بيها على محمد عبد الشافي، انما في المكان الضيق ده المساحه خلاص اتقفلت عليهم تماما الى ياسر ابراهيم. مؤمن زكريا منين؟ من وسط ملعب القناه يرجع لعبد الواحد عشان يسحب فرقه القناه على وسط ملعب فرقته. صلاح سليمان، مؤمن زكريا يلعبها حلو قوي يا ولد يا لعيب، بداوا يضربوا المنطقه الدفاعيه بشكل كويس. حازم امام ممكن لو ركز العرضيه ممكن الثالث. جول جول جول. دومينيك دي سيلفا فرحان ميدو بيقول لك انا اللي جايب الراجل ده. دومينيك دي سيلفا يسجل اول اهدافه بقميص نادي الزمالك عشان يحط الجون الثالث في لقاء النهارده. فرحان ميدو ليه حق، ميدو كده بقى بيطمن ثلاث تجوان يقول لك صعب قوي، والنهارده برضو اداء القناه مش بالشكل اللي يديك الايحاء ان هم ممكن يهدفوا. ادي حازم امام وادي العرضيه الجميله تعدي الجميع، ودومينيك دي سيلفا يسجل الجون الثالث في حاله فوضى دفاعيه لنادي القناه يستغلها لعيبه الابيض بشكل مؤثر ويجيبوا جون في منتهى الجمال. ادي حازم امام وادي دومينيك، وعلاء ابراهيم ما يقدرش يعمل اي حاجه عشان الزمالك يتقدم مع احداث الشوط الثاني في الدقيقه تقريبا 22 خد فيها احمد علي، انما محمد عبد الشافي هو اللي رايح من الجنب الشمال وضغط عليه عبد الله جلال، يضطر يرجع لورا، ترقيصه حلوه من احمد توفيق يروح بيها على محمد عبد الشافي، انما في المكان الضيق ده ممكن لو ركز العرضيه ممكن الثالث. جول جول جول. دومينيك دي سيلفا فرحان ميدو بيقول لك انا اللي جايب الراجل ده. دومينيك دي سيلفا يسجل اول اهدافه بقميص نادي الزمالك عشان يحط الجون الثالث في لقاء النهارده. فرحان ميدو ليه حق، ميدو كده بقى بيطمن ثلاث تجوان يقول لك صعب قوي، والنهارده برضو اداء القناه في ملعب فرقته. صلاح سليمان، مؤمن زكريا يلعبها حلو قوي يا ولد يا لعيب، بداوا يضربوا المنطقه الدفاعيه بشكل كويس. حازم امام المساحه خلاص اتقفلت عليهم تماما الى ياسر ابراهيم. مؤمن زكريا منين؟ من وسط ملعب القناه يرجع لعبد الواحد عشان يسحب فرقه القناه على